السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية اللي معانا ده. كاسيت أول مرة يجي لنا، جهاز شارب برضه بحالة الجديد، جهاز بابين، ده اللاب أوتروفيرس، وعبارة عن راديو متعدد الموجات اف ام واي ام واس دبليو، واتنين شريط كاسيت برضه بيشتغل على وصلة لاين ان اللي هي بتشتغل على الموبايل أو كمبيوتر أو شاشة. الموديل بتاعه دبليو كيو شرطة 561 اهوت، الجهاز أهو دبليو كيو شرطة 561 زد، صنع في اليابان. ونشوف مع بعض. This cassette is sharp radio multi band FM and AM and SW and two tapes. Model WQ dash 561 Z made in Japan. Thank you. مع وصول people who are الآن بلغ 3307 هذه لعيب دفني أبيكم إبراهيم عليه السلام، صك أضحيتك الصرف. برافو، كيف أكبر؟ برافو. ولم أكن ما تكونش قلبي غالي وسط النار لو كنت قلبك زي ما شفنا الفيديو مع بعض. ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده كاسيت شارب راديو متعدد الموجات اس ام واي ام واس دبليو، واثنين شريط كاسيت. على اليمين ده اللاب، برضه في وصله 2 في 1 بيشتغل على كمبيوتر او موبايل او شاشه اللي هي اللاين ان اهي. الموديل بتاعه دبليو كيو شرطه 561 زد، صنع في اليابان. ان شاء الله الفيديو ينول اعجاب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. شكرا. This cassette is sharp radio multi band FM and AM and SW and two tapes. Model WQ-561Z made in Japan. Thank you.